ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جولة جديدة حلوة قوي، فيها كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها، التركي والديكورات ورفايع المطبخ بكل الالوان التركي الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. احنا هنا فين؟ احنا هنا في درب سعادة في محل فيلو باتير، عملت لكم فيه جولة قبل كده، اتفرجوا عليها، تحفة تحفة، فيها حاجات حلوة جدا والاسعار بجد اقل من اي مكان. هسيب لكم الجولة في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم العنوان ورقم التليفون عشان تتواصلي معاهم لو عايزه تيجي. هتنزلي درب سعادة، اي حد هيدلك على محل بلوفاتير. يعني انا لما جيت ما كنتش عارفة المكان، سألت اي حد هيدلك، انزلي بس درب سعادة، ومعاكي برضو ارقام التليفون، هسيبها لك في اول تعليق مثبت، وتابعي الفيديو ده للاخر لان في حاجات حصري قوي وحلوة جدا، وسعرها برضو حلو قوي، وكلها الحاجات اللي انتوا بتحبوها وبتدوروا عليها وبتطلبوها مني. كل الديكورات موجودة اهي، وكل الحاجات الحلوة دي. اتفرجي على الفيديو ده كله وتابعي لي الاخر، ما تنسينيش باللايك والاشتراك، واستنى منك بقى التعليق عشان تقولي لي رأيك في الحلويات اللي انا بجيبها لك دي. هنبتدي بالطبقة الحلوة دي، ده ميلامين، ده قصدي بلاستيك، بيبقى مختوم فايف وبيخش الميكرويف. يعني ده بلاستيك بيخش الميكرويف اهو. مختوم ايه؟ مختوم فايف اللي هي حاجة صحية يعني. مختوم فايف اللي هو الصحي، اللي هو رقم 5. بيبي فايف. اهو يعني ده صحي. بكام بقى؟ ده 7.5. ده عامل 7.5 جنيه. في منه بقى اللون الموف ده الحلو، هم 4 الوان، هتلاقيهم متكررين في كل حاجه. قالوا الالوان التركي اللي انتوا بتحبوها اهي. وبرده الجوله اللي قبل دي فيها حاجات حلوه قوي للتوابل وكده، برده كلها بالالوان التركي. اي واحد عامل 7.5 بيخش الميكرويف، شكله حلو قوي. برده تشكيل تاني اهو، ده الحجم الصغير، دي 10 جنيه. وفي الله، حلو قوي البوله دي، 10 جنيه. كل حاجة هتلاقيها برضو عليها مصنع كيتشن والحاجات دي. مصنع كيتشن اهو، عامل 7.5. ده 6.5. ده ب6.5 جنيه. كل حاجة بتخش الميكروويف. كل التشكيل. خلينا متفقين يا حبايبي ان انا اي بلاستيكات هوريها لكم دلوقتي صحية وبتخش الميكروويف، ورقم 5 اهو مطبوع اهو لو شايفينه، ده عامل 6.5 جنيه. تمام. وفي ب7.5، يعني اقل سعر 6.5. اقل حاجة 6.5. اقل حاجة دي عاملة 10. صغيرة هوريها لك برضو ب3.5 بس صغيرة. بصوا الوان البولة ام 10 تحفة اهي. الاربع الوان اللي هم التركي بقى اللي هي البامبا، دي ب7.5، حلوه قوي، كلها الوان جميله. بص الشكل ده كمان، هم بيبقوا 4 الوان، اللبني والاقوى والبينك والموف، وهي الالوان دي اللي لسه نازله حصري، يعني نازله جديده وكل الناس بتحبها وبتحب تشوفها. بص الشكل ده، البوله دي عجباني قوي، عامله 10. دي عامله كام؟ دي 6.5. دي 6.5. طب ومعانا طقم التوابل ده عامل كام؟ ده 30. ده 30؟ حلو قوي. سولي الغطا بتاعه كمان، هو هنا هو ازاز مش كده؟ ازاز، والغطا اكليريك. الغطا اكليريك اهو، وهو خامته ازاز، بالقعده بتاعته بالمعالق عامل 30 جنيه، شيك قوي، شكله حلو. ومعانا هنا الملاحات عامله 5. دول اتنين مع بعض في علبه ب10 جنيه. الاتنين مع بعض في علبه عامله 10 جنيه من ماركت كيتشن. عندهم حاجات كتيره قوي من شركه كيتشن لان ده تصنيعهم هم. تمام. البراوز دي بتبيعوها؟ لا، ديكور. ديكور. تعالوا برضو نشوف الصواني بقى الحلوه دي عامله كام بقى. الصينيه دي، الصينيه 17.5. جميله قوي دي برضو، بتخش الميكروويف. دي بتخش الميكروويف لو انت. شو حجمها؟ حلوه قوي. وريني البامبا بتاعتها كده، لون البامبا بتاعها جميل اهو، حجمها حلو، تنفع للفطار يعني، فطار كده هتبقى حلوه قوي، حجمها وسط وبعدين خفيفه ونوعها حلو. في منها برضو ال4 الوان. والبولات دي عامله كام؟ البولات دي 5 جنيه. 5 جنيه، حلوه قوي. ورني اهي، عامله 5 جنيه، بس دي ما تخشش الميكرويف. لا مش ميكرويف، دي خامه تانية. ما تخشش الميكرويف، بس صحيه برضو للاكل، منقوش عليها زي ورده كده. في النوعين التانيين دول بيخشوا في برضو المكتوري. الالوان اهي، ال4 الوان اللي هي انهي بيخش المكتوري. هنا تحت دي دول حلوين قوي. 5 جنيه برضو اي حاجه فيه. هنا برضو اي حاجه ب5 جنيه بتخش الميكرويف اهي، ده حجمها حلو قوي. الالوان اهي، الاقوى والبينك والموف والبامبا، وده اللي هو ب6.5. يعني الطبق هنا من اول 5 جنيه، والطبق ده 10 جنيه ماسك كده. ده حلو قوي، بصوا عامل 10 جنيه. كل ده بيخش الميكروويف وصحي للاكل، ومعمول عليه رقم 5 اهو من ورا، حاجات حلوه بصراحه. والصينيه دي، الصينيه 12 جنيه. دي عامله 12.5. في برضو منها الاقوى والبنك اهو،
مع اختلاف الرسمة. اه يعني الرسمة هي بتختلف. بصوا دي تركي مش كده؟ دي تركي عاملة 12.5، سعرها حلو قوي. في بقى رسومات كثيرة جدا اهي. في الرسمة دي حلوة قوي، على قد بقى كوبايتين شاي كده، وشكلها اصلا ديكور حلوة الواحدة. بصوا الشكل ده، اشكال كلها حلوة. هتيجي بقى هتنقي وهتتفرجي وهتشوفي اللي يعجبك. طب وهنا ده عامل كام؟ المقاس ده 10 جنيه. ده 10 جنيه، حلو قوي. المقاس ده عامل 10 جنيه. وهنا الديكورات دي بقى ايه اسعارها؟ اللي فوق اللي فيه ورد ده 20، واللي تحت منه برضو 20. بصوا ده تركي برضو، اللي فوق فيه 20، اللي فيه ورد بجميع الالوان اهي، الاسمر والابيض والموف والبينك. والابريق الكبير ده 20 برضه، ب20 فاضي من غير ورد. من غير ورد الصغير اه تركي بالورد ب20، والكبير برضو تركي. تركي اه كبير برضو تركي. اه الاثنين تركي بس ده فاضي، بس على فكره حجمه كبير. ممكن انت بقى تحطي اي زرع عندك، آه هيبقى حلو قوي. برضو عامل 20 جنيه الحجم الكبير ده. طيب وبصوا الصينيه حلوه ازاي بقى مع الطقم ده، تقدري كده تاخدي الطقم ده مع صينيه تمشي عليها، هيبقى حلو قوي. عامل كام بقى الطقم ده؟ الطقم بيبقى عامل 45 من غير الصينيه. هو ايه البورنيطه دي؟ اه لا ده احنا حطيناها كده ديكور. ديكور؟ ما يعني لو عايزين يشتروا الديكور بتاعكم. هي بتتباع بره في السوق، بتتباع عندي بس خلصانه. ما عندكش الفيونكات اللي بتمسك في الكوبايات؟ يعني هو بيجيب حاجات، في حاجات بتخلص وبيجيبها تاني. اه الطقم ده عامل كام؟ ده 45 من غير الصينيه. 45 اه 45 من غير الصينيه. يعني لو خدتيه بالصينيه هتاخديه قولي ب60 جنيه. بصوا كمان عامل لك، هو بقى عامل اشكال افكار ليكوا يعني عشان ايه تشوفوه. ده بقى عامل كام؟ ده 20 من غير الصينيه بقى. ده 20 من غير الصينيه، كوبايتين بالكسترات، بالكسترات بالعلبه دي، معلقتين بسكريه. الله حلو قوي. ده معاه معلقتين؟ ده معاه بيجي معلقتين. يعني الطقم ده كده ب20 جنيه، السكريه بالطبقين بالكوبايتين بالمعلقتين ب20، والصينيه ب12.5. يعني لو انت عايزه الطقم كله كده بالشكل ده ب32.5. حلو قوي. وده برضو الطقم ده مش هيكمل معاكي 60 جنيه. ودي فازه ولا ملاحه؟ لا فازه. انتوا اللي حاطينها برضو ديكور؟ ما بصوا بيحبوا الديكورات زينا. عندهم حاجات حلوه قوي. كملي الفيديو للاخر، في حاجات حلوه. بصوا كمان الطقم ده حلو قوي، عامل كام؟ ده عامل 20 بالمعالق بتاعته، صحي برضو للاكل للاطفال بقى. ده الطبق ده عامل كام؟ ده 4 مع بعض ولا 3؟ 4 مع بعض بس قلب مش مربع، هو هو. اه هيوريكم شكله. بصوا حلو قوي، عامل كام؟ 20. 20 جنيه بالمعالق بتاعته، شكله شيك. ودي بقى اللي هي البسكوتات الكبيره. تمام. دي ايه؟ دي علب منظمات. بصوا هي غطاها زي سيليكون، والعلبتين اكليريك زي منظمات كده حلوه للثلاجه. آه وانتي مسافره مثلا عايزه تاخدي حاجات بسيطه كده آه لبنتك او ابنك برضه هتنفعك. او دي تركي على فكره صح؟ تركي. تركي اه عامله 20. عامله 20 جنيه اهي، حلوه قوي. شكلها كمان حلو وخامتها حلو. هي تركي موجود كل الالوان اهي، اللبني والاصفر والاقوى والبينك، عامله 20 جنيه. وهنا ده ايه بقى؟ طقم ايه؟ ده طقم حمام. ده طقم حمام اهو، ده شكله الباسكت والمضخه وحامل فرش والصبانه. الباسكت ده بتلمي بقى فيه كل حاجه، والمضخه والصبانه وحامل فرش اسنان. عامل كام؟ بيبقى عامل 55. 55 ده برضو تركي؟ تركي. ده تركي اهو. بصوا ده اشكاله، اشكاله تحفه اهي، والوانه كلها حلوه قوي، وسعره على فكره مش غالي. يعني هو الطقم 4 قطع عامل 55 جنيه، حلو جدا. وهنا دي عامله كام؟ ده منخل؟ دي مبشره. مبشره اه، عامل كام بقى؟ عامله 30. 30 دي برضو تركي. بصوا كل الالوان اهي موجوده، البينك واللبني والرصاصي، حلو قوي. ودي ايه بقى؟ دي طقم 3 برطمانات مع بعض كده بالغلط. عامله كام؟ تبقى عامله 30 برضو تركي. 30 تركي. والعلب دي؟ العلب المتقسمه ل5 عين 40، وال3 عين بتبقى دي متقسمه 5 عين بس الغطا بتاعها واحد. أوه. يعني غطاها واحد، وهي تركي برضو متقسمه 5 عين ب40. وفي منها ال3 عين بتبقى عامله 25. 3 عين 25 دي. أوه. دي ب25 ودي 40 اهي، بس الغطا بتاعها بيبقى واحد. في بقى الالوان دي. هي تركي برضو. دي بقى علب ايه؟ دي تقوم حمام. عامل فرش. ده عامل كام بقى؟ ده 17.5. الواحد عامل 17.5 اهو، حلو قوي، والوانه كلها كمان جميله.
ينفع برضو تحطي فيه اي حاجة تانية، مش شرط فرش، لان هو مش متقسم ولا حاجة، يعني ينفعك برضو في اي حاجة. يعني انا بديكو افكار. هنا برضو الصواني دي حلوة قوي، وريني الصينية دي جديدة كده وحلوة تحفة. بكام دي بقى؟ دي 35. دي عاملة 35، خامتها ايه؟ بصوا تركي برضو. تركي؟ جميل. امسك كده 35 جنيه بس، حلوة قوي. طب في منها الذهبي وفي منها السلفر. في منها اللون الذهبي اهو، وفي منها الفضي. والصينية دي؟ الصينية 35. دي عاملة 35، في منها اشكال. اشكال حلوة قوي. بصوا اللون الرصاصي ده حلو، وفي منها الابيض ده، وفي منها بينك، وفي منها اسمر اسود. عامله 35، في البينك ده، وفي شبهه الابيض، وفي الاسمر، او في برضو شكل الورده البينك ده، حلو قوي. 35 عامله 35. عندهم هنا برضو رفايع اللي هي التركي، برضو حاجات حلوه قوي. الشوك اهي، دي بقى بتتباع بالكيس. الكيس بيبقى 10، بتبقى عامله 15 جنيه. عامل 15 جنيه في 10. بصوا الالوان، الالوان اهي، يعني ده برضو بيتغسل وكده. تركي مش كده؟ خامته بلاستيك. خامته بلاستيك. الكيس فيه 10 بكام؟ ب 15. 15 جنيه اهو. في برضو المصفى دي تركي، عامله كام دي؟ الصفايه دي 10 جنيه. في منها الوان برضو. بس في المعلقه اهي 12 واحد، عامل 15 جنيه. ودي تركي جميله قوي، 20 جنيه. معانا هنا برضو المصفى دي بتاعت الاطباق، حلوه قوي، كل الوانها اهي. عامله كام بقى؟ 25. 25 جنيه. دي الوانها كلها جميله. بصي حاولي تصغرها. في هنا برضو اهو، دي عامله كام؟ دي 12 ونص. دي عامله 12 ونص. والطقم ده 4 قطع، بيبقى عامل كام؟ 12 ونص. وهنا 5 جنيه. 5 جنيه المعالق والحاجات. اه ده حامل المعالق، تسندي عليه المعلقه يعني. عندهم هنا برضو الباسكتات دي، ده عامل كام؟ ده بيبقى عامل 35، والاكبر منه 45 تركي. 35 والاكبر 45، ده تركي اهو. هينفعك برضو في اي حاجه. هنا الطقم ده تركي برضو، بتاع الحمام ده الفرشه بالقعده بتاعته ب 35، ده برضو تركي، اشكاله جديده قوي. وهنا دي بتبقى عامله 20 جنيه اي حاجه فيها. تركي برضو. هنا اي حاجه ب 20. التشكيل ده 20، ما عدا اللوتس دي اللي هي زي اللوتس دي عامله 35 اهي. وهنا اي حاجه اي شكل ب 20 جنيه. هنا برضو الالوان اللي هي بتاعه المناديل اهي، عامله كام؟ 12 ونص. عامله 12 ونص، الوانها حلوه قوي. بتاع حامل المناديل ده شكله حلو جدا. 22 ونص. ده 22. بصوا هو فيه ورد، يعني غير اللي بيتباع ب 10 جنيه. ده تركي. اه ده تركي اهو، شكله تحفه. عامل 22 ونص. كان اول ما نزل كان بينزل غالي جدا. امال ده ايه؟ ده بتاع الاطفال. عامل كام بقى؟ 195. 195 بالمستلزمات بتاعته، بالفرشه، بكل حاجه. دي بيد ومعاه الفرشه بتاعته. وده بيبقى زي درج كده، فض منه الحاجه. شكله شيك قوي. في هنا كمان معانا علب اهي، اللي هي كيتشن، جميله قوي. عامله كام دي؟ ده 20. التلاتة مع بعض التلاتة عاملين 20 جنيه، تحفة. اللانش بوكس بقى للأطفال اهي، وعلب اللانش بوكس دي 10 جنيه، والكبيرة بتاعتها اللي هي دي تبقى عاملة 17 ونص. دي عاملة 10 جنيه، والكبيرة عاملة 17 ونص. دي بيبقى فيها كام علبة؟ علبة واحدة. هي واحدة واحدة، هي واحدة بالألوان دي كده. دي تركي برضو؟ دي لا مصري بس. دي كيتشن. دي كيتشن. ودي 10. دي مقاسها حلوه قوي، حجمها حلو. ودي طقم ثلاجه، 3 قطع زي كده ب 35. 3 قطع ب 35 طقم ثلاجه، حاجات حلوه قوي. هنا نفس الفكره، 3 قطع ب 35. عندهم هنا برضو اهي حاجات حلوه اللي هي التركي، منظمات. ده كليريك تركي. عامل كام؟ بص ده 25، 35، 45، 55. 25، 35، 45، 55. ده منظمات وغسلت اطباق، علب تلاجة. يعني بيخش غسلت الاطباق، علب تلاجة، حلوة قوي، خامتها حلوة. وميكروويف، خش الميكروويف اهو، الوانه كلها جميلة. شوف الحاجات اللي هي، بصوا الحاجات دي كمان. طب ودي عامله كام؟ دي 25. دي تركي برضو؟ لا مصنعنا. اه دي كيتشن، مصنع كيتشن ده بتاعهم هم، عامله 25 جنيه. هنا برضو اطقم القهوه. القهوه دي عامل كام الطقم ده؟ ده بيبقى عامل 55. 55. 18 قطعه.
بصوا المحل ما شاء الله كبير جدا، وفي حاجات حلوه قوي يعني، في من الابره للصاروخ. هتيجي هنا هتحتاري تاخدي ايه وما تاخديش ايه. ده عامل كام بقى الاكليريك ده؟ ده 75. فرشه الحمام بالقعده بتاعتها 75. معاها حاجه تانية؟ لا بتبقى فرضاني كده عشان اكليريك. اكليريك. طب ودي علب ايه؟ بصوا حبايبي دول الطقم ده عامل كام بقى الفرش؟ ده 65. خمس قطع. خمس قطع ب 65 جنيه. حلو قوي. بيبقى بقى معاه الفرش بتاعه الحمام كلها. دي صفايه معالق. شكلها جديده. بصوا صفايه المعالق دي جديده. عامله كام؟ دي 20. عامله 20 جنيه. كل الالوان بتاعتها اهي. حلوه قوي. وده عامله كام؟ شكلها جميل. عامله 35. تركي. جميلة قوي. هنا برضو مجموعة كبيرة جدا من اللانش بوكس. بيبدأ من كام بقى؟ من 10. بصي في حاجات ب10 اللي هي الصغيرة دي. ده الصغير ده ب10. وده 15 مثلا. ده ب10؟ ده 10. ده 10 بس شكله حلو. وده ايه؟ 15. 15. وهنا؟ 20. ده 20. تركي. لا. اكتريته في تركي. هم كلهم مصري. كلهم مصري. يعني من اول 10 لغاية 20 جنيه. والعلبه دي علبه كده متقسمه لاثنين، للسكر والشاي برضو كيتشن. كل الوانها هي عامله كام؟ دي 10 جنيه. 10 جنيه الاثنين. حلوه قوي شكلها حلو. والكبه دي كبه الخضار والثوم دي بتبقى عامله 45. 45 اللي كنا حاطينها. بصوا هنا الكوبايات دي كمان جميله قوي. بصوا الكوبايه دي 12.5. حلوه قوي. 12.5. مصنعنا برضو. مصنعهم مصنع كيتشن. اشكال بقى كتيره اهي والوان كتيره قوي. بصوا اللون اللبني ده حلو جدا. وفي كمان الاحمر. ثلاث الوان، اللبني والاحمر والاقوى. والبرطمانات كيتشن دي عامله كام؟ الثلاثه 15 جنيه. الثلاثه ثلاثه مع بعض عاملين 15 جنيه اهم. شكلهم حلو قوي. هنا برضو الطقم ده الحامل بالبولات بتاعته عامله كام؟ ده بيبقى عامل 50. 50 جنيه. حاجات بقى كتيرة اهي، بس مش عايزة اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. هسيب لكم الجولة اللي قبل دي في اول تعليق مثبت. بجد فيها حاجات تحفة جدا، والمكان بسم الله ما شاء الله متكامل من كل حاجة. حاجات تركي وحاجات مصري وحاجات مستوردة. فيلوباتير في درب سعادة زي ما قلت لكم. هسيب لكم العنوان في اول تعليق مثبت وتفرجوا عليه كله. بجد الفيديو ده فيه حاجات حلوة قوي وحاجات جديدة ومميزة انا اول مرة اشوفها في مكان واول مرة اصورها على القناة. هنختم بقى باخر حاجة العلبة دي عشان ما صورناش. دي علبة ايه؟ ده طقم 3 قطع بيبقى عامل 75. تلاجة برضو؟ تلاجة. تركي؟ ده طقم 3 قطع ب 75 جنيه برضو تركي للتلاجة. في فوق اللي فوق ده برضو نفس السعر؟ دول بيبقى علب تخزين. عاملة كام؟ في اللي هي الكبيرة دي 45 واللي جنبها 55. كبيرة 45 و55 اهو. وده مكسرات؟ ده 40. ده 40 جنيه. الحاجات دي تشكيل تركي حلو قوي. ان شاء الله انتظروا كده جولات كتيرة جدا في محل فيلوباتير. عنده حاجات بسم الله ما شاء الله حلو قوي. يا رب يكون النهاردة الفيديو عجبكم كده وقدرت افيدكم ولو بمعلومة صغيرة. ما تنسيش بقى تمر حنة باللايك والاشتراك، وما تنسيش تتفرجي على الجولة اللي قبل دي هتعجبك جدا. هسيبها لك في اول تعليق مثبت، وهسيب لك رقم التليفون للتواصل معاهم. لو عايزة تيجي مش عارفة اتصلي عليهم. اي حد هيوصف لك محل فيلوباتير. باي باي، مع السلامة.